كنشكركم على هذه الانتفاضة اللي كانت كتعيشها الرجاء بين الرئيس الأول والثاني وداكشي اللي يعني ما كانش ما تخلاتش عليا بهذا المعنى، وإنما ما جاوش شافوني بكل صراحة. هذا هو اللي بقى فيا. توصلت بوعود من جمعية ديال اللاعبين القدامى، إنما ما كانش شي حاجة اللي انا كنتسنى. قالوا لي تسنى، انا كنتسنى. هذا هو اللي كان، وانما بحال العمليات اللي دارت شي راه مؤسسه واحد محمد السادس هي اللي عاوناتني بزاف. في الاوبيراسيون الاولى يعني ما كانتش في المحل ديالها، ما تكملاتش بالنجاح، ودرت العمليه الثانيه والثالثه في المؤسسه ديال محمد السادس هي اللي وقفوا معايا. ومن هذا المنبر كنشكر سيدنا على الالتفات للرياضيين والرياضيات ديال المغرب كامل. اللاعبين الاولين راه قالوا لي بان غادي تكون واحد الالتفاته، وانما راه ما كانش. ومن هذا المنبر كنشكر السي سعيد الناصري، السي فتي عمر، السي سعيد بالمنصور على واحد الالتفات اللي داروا معايا وهناوني. كنعاني والاخوان اللي وقفوا معنا في هذاك الوقت، السي ابو حسين راه ما خلاش من جهدو. كنشكر كاع الاخوان اللي وانا ما خدامش، ما عنديش شي تغطيه اللي غادي نقول يعني ما كان عندنا لا اسيرونس لا والو. الحمد لله على كل حال الناس اللي وقفوا معايا راه كيوقفوا معايا دائما. لا ما ندمش، لان كانت وعود راه ملي بديت مع فرق وكانت وعود، وانما ما عمرش الوعد من هذا الشيء اللي وعدوني به تحل. هذا هو المشكل اللي كان عندي، كانت وعود وانما كل فرقه كتوعدك بشي حاجه ولكني ما كاين والو. مشكل كبير. الرساله الاخيره هو انني كنشكركم على هذه الالتفاته، كنشكر جميع التقنيين اللي عندكم، والحمد لله اللي لقينا مثلا بحال هاد الاذاعات اللي كيوقفوا مع اللاعبين مع الرياضيين وكيشجعونا باش نواصلوا رغم كل شيء. كيشجعونا باش نواصلوا هاد النشاط ديالنا الكروي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.